بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. البدعة هي الشيء المحدث على غير مثال سابق، الشيء المحدث على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وأوجدهما من عدم، أوجدهما من عدم. البدعة هي الشيء المحدث، هذا في اللغة. وأما البدعة في الشرع فهي إحداث شيء من الدين ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه وسلم، إحداث عبادة ليس لها أصل، لأن العبادات توقيفية لا بد لها من دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله، وما ليس له دليل إنه بدعة مذمومة مردودة، لأن الله أكمل هذا الدين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أخبر سبحانه أنه أكمل الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الدين للأمة. فأي شيء بعد ذلك يحدث فإنه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فأحدث في أمرنا أو عمل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل عند الله، وهو مردود على صاحبه. وإن كان صاحبه حسن النية ويريد الأجر، هذا لا يبرر البدعة، ولو حسن قصد صاحبها أو نوابها التقرب إلى الله وقال هذه زيادة خير، نقول لا، هذه زيادة شر ليست خيرا. الخير بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها. هذا دليل على أن البدعة شر، وإن كان صاحبها يظن أنها خير أي شر. شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة. ليس هناك بدعة حسنة كما يقوله من يقول من المبتدعة الذين يروجون البدع بأنها بدعة حسنة ليست بدعة سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل بدعة فهي ضلالة، وليس هناك بدعة هداية أو خير. ولو كانت هذه الأعمال خيرا لشرع الله جل وعلا لعباده، أن الله جل وعلا ما ترك شيئا فيه خير للعباد إلا شرعه له. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الدين إلا بينا ولم يكتم منه شيئا، بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات التحرير، إياكم التحرير، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس بالبدع شيء حسن، بل كلها ضلالة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي بعبادة أو عمل يتقرب به إلى الله ولم يكن عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله فإنه بدعة وهو ضلالة وشر. البدعة ضلالة والبدعة شر، وليس فيها خير. كما يزعم المبتدعة الذين يحدثون أشياء من الأذكار أو من العبادات أو من الصيام أو من الصلوات أو الأدعية أو غير ذلك، ويظنون أنه يقربهم إلى الله وأنه مشروع. هذا باطل مردود على صاحبه. فالبدع لا خير فيه، ولا حدث بدعة إلا رفع من مثلها من السنة. والدين كامل ولله الحمد، الذي يريد الخير الدين كامل والباب مفتوح لكل من يريد الخير على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه يأتي بأشياء ليس لها أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله فهذه مردودة. ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله تحذير من البدع، وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة مطولة ومختصرة. من ذلك كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، ومن ذلك البدع والنهي عنها لمحمد بن وضاح، ومن ذلك
الباعث على إنكار البدع والخوارج لأبي شامة وغير ذلك من الكتب المطولة والمختصرة. وجاء ذلك في شروح الأحاديث النبوية بيان البدع والتحذير منها. فالبدع شر وأهلها أهل ضلال وهي تحارب السنن. ولذلك تجد المبتدعة يبغضون السنن ويحبون البدع يقتلون والعياذ بالله ينشطون في إحياء البدع وإذا جاءت السنة تكاسلوا وثقلت عليهم السنن. هذا شيء معروف عن المبتدع أنهم لا ينشطون إلا في البدع ومواسم البدع. أما السنن فإنهم من أكسل الناس عنها وهذا عقوبة لهم من الله سبحانه وتعالى لأن من ترك الحق ابتلي بالباطل. البدع لا يتساهل في شأنها أبدا لأنها خطر على الدين وخطر على المسلمين وبها يزول الدين شيئا فشيئا تحل محله البدع. وهذا ما يريده الشيطان لبني آدم يريد أن يزحزحهم عن الشريعة إلى البدع. هذا ما يريده شياطين الإنس والجن أن يزحزح الناس من السنن إلى البدع. فإن بعضهم أو كثيرا منهم له مطامع في هذه الأمور يعيش من ورائها ويتأكل بها لهم مطامع دنيوية ولهم رئاسة يترأسون بها على الناس. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقال حسبنا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله لا أعزهم الله ولا أغناهم الله. فلا شك أن العز وأن الرفعة في الدنيا والآخرة هي بالتمسك بالسنن وترك البدع. هذا باب عظيم ينبغي العناية به باب التحذير من البدع والنهي عنها وبيانها للناس. نعم باب عذاب البدعة أشد من الكبائر. البدعة أشد من الكبائر. الكبائر هي الذنوب الكبار والذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر. الكبائر ضابطها كل معصية أوجب الله عليها حدا في الدنيا حد الزنا وحد السرقة والقصاص حد الشرب هذه كبائر ما عليه حد في الدنيا يقام على من ارتكب هذا دليل على أنها كبائر. أو عليه وعيد في الآخر توعد الله من فعل كذا بالنار أو باللعنة أو بالغضب وهذه الكبائر. هذا ضابط كبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بغضب أو لعنة أو تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعله ليس منا
من فعل كذا هذه كبائر. أما ما جاء النهي عنه ولم يرتب عليه شيء من ذلك وإنما هو نهي فقط هذه ذنوب صغائر، ذنوب صغائر. الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، هذا هو أكبر الكبائر، لأن الله أخبر أنه لا يغفر لصاحبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكبائر التي دون الشرك هذه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومرتكب الكبيرة دون الشرك لا يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكون ناقص الإيمان أو يكون فاسقا. أما الخوارج والمعتزلة والجهمية فإنهم يرون، لا الخوارج والمعتزلة يرون أن مرتكب، أما الجهمية فهم مرجئة، الجهمية مرجئة ما تضر عندهم المعاصي، لكن الخوارج والمعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خارج من الإسلام. الخوارج يكفرونه ويخلدونه في النار، والمعتزلة يقولون هو في المنزلة بين المنزلتين، لا هو بمسلم ولا بكافر، فإن مات ولم يتب فهو مخلد في النار كما تقوله الخوارج. أما أهل السنة والجماعة أيقولون إنه تحت المشيئة، هو ليس بكافر ولكنه ناقص الإيمان أو فاسق بإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، لكنه لا يخرج من الإسلام ومتعرض للوعيد الذي توعد الله به. البدعة أشد من الكبائر، أشد من الكبائر من وجه أن البدعة إحداث في الدين لم يشرعه الله، صاحبها يظن أنها من الدين. أما مرتكب الكبيرة فلا يدعي أن ما فعله من الدين، يعترف أنه عاصي، يعترف أنه عاصي وأنه مخالف، لكن قادت في الشهوة وقع في المعصية ولا يدعي أن هذا دين، بخلاف المبتدع فهو يرى أن هذا من الدين. لذلك صارت البدعة أشد من الكبيرة. وكذلك صاحب الكبيرة يعرف أنه مخطئ ويرجى أن يتوب، يرجى أن يتوب، خلاف صاحب البدعة فلا يعترف أنه مخطئ بل يرى أنه مصيب وأن عمله هذا صحيح، ولذلك قل أن يتوب المبتدع لأنه يرى أنه على حق، خلاف العاصي وإن كان مرتكبا لكبيرة فإنه يرى أنه مخطئ ويخاف من العقوبة، وكثيرا ما يتوب أصحاب الكبائر. هذا وجه كون البدعة أشد من الكبيرة، أشد من الكبيرة. نعم. وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، البدعة تكون شركا وتكون دون ذلك. البدعة أقسام، منها بدعة شركية
بدعة شركية تخرج من الدين، كدعاء غير الله، الاستغاثة بالأموات، والذبح للقبور، هذه بدعة شركية لا يغفرها الله إلا بالتوبة، لا يغفرها الله إلا بالتوبة، فإذا مات عليها فهو مخلد في النار، مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ابتداع، لأن الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا معه غيره فقد أحدثوا في دين الله ما ليس منه، هذا أعظم البدع. فالشرك أعظم البدع والعياذ بالله، لأنه شرع دينه لم يأذن الله به ولا يرضى به. نعم. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فذلك من وجود كون البدعة شرا من الكبيرة أن المبتدع يفتري على الله الكذب، فيقول هذا شرع وهذا دين، هذا دين وهذا فيه أجر وفيه ثواب، فهو يفتري على الله الكذب. خلاف العاصي فإنه لا يدعي أن هذا دين، ولا يدعي، يعرف أنه محرم، يعرف أنه عاصي. أما المبتدع فهو يفتري على الله الكذب، حيث يقول أن هذا من الدين وأن هذا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا العاصي لا يقتدى به، العاصي لا يقتدى به، بل الناس يلومونه، بخلاف المبتدع فإنه يقتدى له، يقتدي به الناس ويتعبدون ببدعته، فهو شر من مرتكب الكبيرة، شر من مرتكب الكبيرة. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يضل الناس بغير علم، لأنهم يتبعونه، خصوصا إذا كان له نصيب من العلم، أو عنده عبادة وعنده تقى وورع، الناس يغترون به ويقتدون به في بدعة، بخلاف الذي يزني ويشرب الخمر هذه كبائر، الناس ما يقتدون به بل يمقتونه ويلومونه. فهذا هذا من وجوه كون البدعة شرا من الكبيرة. أعيد الآية. وقول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فمن أظلم، آية الأنعام. نعم. وقوله تعالى: يغفروا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم من أهلها ما ينزلون. نعم. وكذلك المبتدع يتحمل وزره ووزر من اقتدى به إلى يوم القيامة، لأنه قدوة يقتدي به الناس، يظنون أنه على حق وأن فعله عمل طيب، خصوصا إذا كان يدعو إلى البدعة ويحسنها، فإنه يتحمل وزره ووزر من اقتدى به واتبعه. هذا خطر عظيم، خطر البدع محدثات. وكم من بدعة انتشرت الناس وتوارثوها جيلا بعد جيل بسبب المبتدع الأول الذي اخترعها، فيكون آثام كل من اتبعه عليه نصيب من آثامه، عليه مثل أوزارهم، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أسأل الله العافية.
قال فيه التحذير من البدع، وأنها يلحق صاحبها إثم أكثر من إثمه في نفسه، بل كل من عمل بهذه البدعة فإنه يلحق صاحبها الأول، يلحقه إثم بها. ولهذا جاء في الحديث: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول وسر كفل، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل الذي قتل أخاه، الذي قتل أخاه. واتل عليهم نبأ ابن آدم الذي قتل أخاه ظلما وعدوانا هو أول من سن القتل. إذن كل من قتل نفسا بغير حق يلحق ابن آدم الأول كفل من دمها والعياذ بالله. هذا فيه التحذير من البدع المحدثات. نعم. ومستقيم أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبي وعلي: أينما لقيتموه فاقتلوه، لئن لقيتموه لأقتلنهم قتلا. نعم. ومن البدع بدعة الخوارج، بدعة الخوارج، والخوارج هم الذين يخرجون على ولاة أمور المسلمين، يخلعون السمع والطاعة ويخرجون عليهم بالسيف، هؤلاء هم الخوارج. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لكف شرهم والقضاء على بدعتهم، لأن السنة والشريعة السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة واجتماع الكلمة، حقن الدماء والحكم بالشريعة وإقامة الحدود والجهاد، ذلك مصالح عظيمة. فإذا انتقض الأمر ضاعت هذه المصالح وانتشرت الفوضى، سفكت الدماء، نهبت الأموال، انتهكت الأعراض، عطلت الحدود، إلى غير ذلك من الأمور. فالاجتماع والسمع والطاعة هذا أمر فرض على المسلمين لأجل قيام مصالح الدنيا ومصالح الدين، السمع والطاعة والجماعة. أما من خرج عن هذا فإنه ابتدع في دين الله ما ليس منه، وإن كانوا يظنون أنهم ينكرون المنكر وأنهم يجاهدون في سبيل الله، فإنهم في الحقيقة مبتدعة وخارجون عن شرع الله عز وجل، خارجون عن شرع الله عز وجل. والذي ارتكبوه من المنكر أشد من المنكر الذي يزعمون أن ولي الأمر فعله، أو أنه فعله بالفعل، حتى ولو كان فعله الخروج عليه أشد مفسدة. فيجب السمع والطاعة. وأول بذرة الخوارج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال من الخويصرة للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ لما ذهب الرجل قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، عبادتكم إلى عبادتهم، يخرجون من الدين، يمرقون من الدين كما يبرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. عاد الأمة المعروفة قوم هود، الله قتلهم شر القتلة لأن سلط عليهم الريح العقيم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعد، تنزع الناس
شيلهم من الأرض إلى عنان السماء ثم تنكسهم على رؤوسهم تندق أعناقهم ولكبر أجسامهم كأنهم أعجاز نخل لأنهم عندهم أجسام كبيرة طويلة. فالخوارج النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيقاع العقوبة عليه كما كعقوبة قوم عاد لشرهم وفسادهم ونشر الشر بسبب مذهبهم وخروجهم. فهم فئة ضالة فيها خطر على الأمة، وليس الخطر على ولاة الأمور فقط بل الخطر أيضا على الأمة عموما. لذلك يجب على المسلمين، على ولي أمر المسلمين وعلى المسلمين معه أن يقتلوهم، أن يقتلوهم كفا لشرهم. ولذلك قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقتل منهم مقتلة عظيمة في النهروان، نصره الله عليه وخضت شوكته. وما زال ولاة الأمور المسلمين يقاتلونهم كل ما خرج منهم طائفة، وفي الحديث كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع. الحمد لله، فهم فئة خطيرة على المسلمين. مذهبهم أنهم يرون خلع السمع والطاعة والخروج على ولي الأمر بالسلاح وتكفير ولي الأمر وتكفير المسلمين، يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم. وفي الحديث أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. هذا تاريخ الخوارج، ما ذكر أنهم قاتلوا الكفار أبدا، وإنما يقتلون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين، نسأل الله العافية. نعم. ومن يمنعه صلى الله عليه وسلم لنا عن فضل قضاء الجور ما اعظم له. ومن يمنعه صلى الله عليه وسلم لنا عن فضل قضاء الجور ما اعظم له. نعم، فيه الصحيح، يعني في الصحيح، في صحيح البخاري، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل، نعم، عن قتل ايش؟ امراء الجور، امراء الجور يعني العصاة، الامراء العصاة الذين معصيتهم دون الكفر، ولو كانوا فساقا فانها لا تنخلع طاعتهم، السمع والطاعة لهم، فسقهم ضرره عليهم، وأما الخروج فضرره على المسلمين، وهذا من ارتكاب أخف في المفسدتين لدفع أعلاهما. لا شك أن المعصية أنها ضرر، ولكن الخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة هذا فيه ضرر أكثر. وفي قوله ما صلوا، هذا دليل على أن على مكانة الصلاة في الإسلام، وأن من ترك الصلاة كفر، بخلاف اللي يقولون أن الصلاة الدين ليس هو الصلاة، الإنسان مسلم ولو لم يصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة مانعة من القتل ومانعة من الخروج على ولي الأمر ما دام يصلي، وإن كان عنده مخالفات ومعاصي فإنه يصبر عليه لما في ذلك من المصلحة العظيمة التي تربو على مفسدة معصيته في نفسه، إن معصيته ضررها عليه هو، أما شق عصا الطاعة والخروج فضرره على الإسلام والمسلمين. نعم.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه حديث أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا بكم الصلاة، ما أقاموا بكم الصلاة فلا تنابذوه. نعم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من حقوقهم شيء، ومن سن بالإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ورسول من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. نعم. جاء قوم من مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بدا عليهم الفقر والحاجه والملابس التي لا تسترهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رق لهم انه كان عليه الصلاه والسلام نبي الرحمه، فرق لهم صلى الله عليه وسلم لما راى من حالهم وبؤسهم وفقرهم، ثم نادى للصلاه فاجتمع الناس، ثم خطب صلى الله عليه وسلم وحث على الصدقه ورغب فيها. فجاء رجل يعني جعل الناس يتصدقون، اللي تصدق بالفضله من الطعام، واللي تصدق بكذا وكذا، حتى جاء رجل معه صرة من الذهب كادت يده أن تعجز عنه، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وسر بذلك سرورا عظيما. وتتابع الناس لما رأوا هذا الرجل، نشطوا على الصدقة وتتابعوا في الصدقة، حتى اجتمع قوم من الصدقات عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لأن هذا الرجل سن سنة حسنة واقتدى به الناس وتصدقوا. ومعنى سن بالإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة، لأن الصدقة سنة، فهذا الرجل أحياها وأتى بمال كثير، فالناس تشجعوا وتتابعوا للصدقة، فكان هو السبب في هذا، فله أجرها وأجر من عمل بها. وهذا عام، سبب الحديث هو هذه القصة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا الحديث عام في كل من فعل خيرا واقتدى به الناس في الخير، فعل خيرا أيا كان هذا الخير واقتدى به الناس في الخير، أصبح قدوة حسنة فله أجر عمله وأجر من اقتدى به. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هذه البدعة أحدث بدعة ليس لها أصل، سن في الإسلام سنة سيئة فلا فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فهذا به التحذير من البدعة، فيه الحث على إحياء السنن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الذي أحيا هذه السنة، وفيه التحذير من إحياء البدع وإحداث البدع، وأن شرها لا يقتصر على من فعلها،
بل يذهب قسط منه إلى من أحدث هذه البدعة. طال الزمن أو قصر، هذا فيه التحذير من البدع وأنها سنن سيئة. والمراد بالسنة هنا الطريقة، السنة هي الطريقة، السنة يعني لغوية هي الطريقة. نعم. وله مثله من حديث أبي هريرة وغيره: من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة. نعم، في حديث آخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيئا. فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، وأن الأجر يحصل لمن فعل ذلك، يحصل له أجره ويحصل له من أجور من اقتدوا به وساروا على منهجه إلى يوم القيامة. الله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعوة إلى الله فضلها عظيم، خيرها كثير، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأما الذي يدعو إلى الضلال، يدعو إلى البدع المحدثات، يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، يدعو إلى التزهيد في الدين مثل ما هو حاصل الآن، التزهيد في الدين والترغيب في البدع والمعاصي والمخالفات، فعليه إثمه وإثم من اهتدى به وسلك منهجه إلى يوم القيامة. هذا فيه التحذير من دعاة الضلال، ويدخل في هذا الدعاة إلى البدعة، لأن البدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. الذي يدعو إلى البدعة هذا يدعو إلى الضلال، يكون عليه إثم وإثم من اهتدى به. نعم. باب ما جاء أن الله مكلف التوبة على صاحب البدعة. نعم، هذا كما سبق في بيان الوجوه التي تكون البدعة شرا بنا الكبيرة، من الوجوه أن صاحبها لا يوفق للتوبة ويصر على بدعته، هذا هو الغالب، لأنه يرى أنه على حق، أنه مصيب، وأن ما عمله دين وأنه خير، فلا يفكر في أنه يترك البدعة، بخلاف العاصي فإنه يعرف أنه مخطئ وأنه مخالف، ويخاف من الله، توقع العقوبة، ولذلك سرعان ما يتوب العاصي ويخجل، خلاف المبتدع فإنه ما يظهر عليه الندامة ولا يظهر، بل هو مسرور ببدعته، مسرور ببدعته، وينشط فيها ويدعو إليها. فهذا من مساوي البدع، أن صاحبها لا يوفق للتوبة، بخلاف مرتكب الكبيرة فإنه كثيرا ما يوفق للتوبة. نعم. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن الطاعم عن أيوب قال: كان عندنا رجل. قال: هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل. يعني إن الله، نعم، إن الله اشتد التوبة عن صاحب البدع، هذا مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ومروي عن الحسن، مروي عن الحسن موقوف. نعم.
وذكره ابن عطان عن أبي مبرر قال كان عندنا رجل يرى رأيا مدركا فأتيته قوما من السيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيا قال انظر إلى ما لا يتحول إن آخر القديم يعتمد عليه من أول انظر إلى فكر من قال انظر إلى ما لا يتحول إن آخر القديم يعتمد عليه من أول يضربون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. نعم هذا رجل كان على بدعة فتركها ترك البدعة فسر الذي رآه راح فرح راح لمحمد بن سيرين محمد بن سيرين من أئمة التابعين رحمه الله من كبار التابعين فقيه فقال لا بشره بأن فلان تحول عن رأيه ابن سيرين ما سر بذلك قال انظر إلى ماذا يتحول لأنه ما هو تارك البدعة وجاي المسلمة ما هو راح إلا البدعة الثانية هذا من فقه رحمه الله لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه ابن سيرين ما توقع منه أنه تارك من البدعة ولكن توقع منه أنه يخرج من بدعة إلى بدعة أشق منها لقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه هذا هو الوجه الرابع لأن المبتدع لا يتوب المبتدع لا يتوب ثم لا يعودون إليه دل على أن المبتدع لا يتوب وهذا هو الغالب عليه الآن لو تصيح الليل والنهار وتحدي وتنزل ما تحول عن بدعته أبدا هذا شيء مشاهد ما يتحولون عن البدعة سبحان الله لأنهم يرون أنهم على حق وعلى صواب يزين لهم الشيطان هذا ولا يرون أنهم على خطأ الإنسان إذا ما اعترف بالخطأ إنه يبتلى بما هو أشد وهذا شأن المبتدع هذا من فقه الإمام محمد بن سيرين رحمه الله أنه ما توقع أن الرجل يتوب من البدع لكن توقع منه أنه سيذهب إلى بدعة أشد وذلك أخذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه الرسول لا ينطق عن الهوى ولا بد أن يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم الإمام أحمد فسر هذا. نعم قال الإمام أحمد. نعم. لا يوفق للتوبة. يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه يعني لا يوفقون للتوبة لأن التوبة هي الرجوع. توبة يقال تاب إذا رجع تاب أو أناب إذا رجع عن خطائه هم لا ما يتوبون نعم باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قومه وما كان من المشركين نعم أهل الكتاب اليهود والنصارى اليهود والنصارى لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقال إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض قالوا لا احنا على دين إبراهيم نحن على دين إبراهيم فالله جل وعلا رد عليه فقال ما كان إبراهيم يهوديا قال جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. هذا ما يقوله خالد، إن المتقدم يتبع المتأخر أبدا، العكس، المتأخر يتبع المتقدم. أما إن إبراهيم يهودي والتوراة ما أنزلت إلا بعده بقرون، أنزلت على موسى عليه السلام، أو نصراني والإنجيل ما أنزل بعده إلا بقرون، أنزل على عيسى عليه السلام، فهذا من العبث للعقول والتغذيل المكشوف. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. نعم. أعيد قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا كما تدعون، ولا نصرانيا كما تدعون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا، حنيفا يعني مخلصا لله عز وجل، مخلصا لله في العبادة، كان حنيفا مسلما يعني موحدا، لأن الإسلام هو التوحيد، وهذا دين جميع الأنبياء، دين جميع الأنبياء هو الإسلام الذي هو التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وإن اختلفت شرائعهم، شرائعهم تختلف، كل شريعة لحاجة ذلك تلك الأمة حسب مصلحة تلك الأمة. فالإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه في كل وقت، بما شرعه في كل وقت بحسبه. فالذين آمنوا بالتوراة وعملوا بها مسلمون، والذين آمنوا بالإنجيل وعملوا به مسلمون، الذين آمنوا بالقرآن وعملوا به مسلمون، لأن الجميع موحدون. فالتوحيد هو دين جميع الرسل، والإسلام هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن كان حنيفا مسلما يعني موحدا مخلصا لله عز وجل، بخلاف اليهود والنصارى فإنهم مشركون، مشركون ومحرفون للتوراة والإنجيل، عندهم كفريات كثيرة ليست من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولا من دين موسى، ولا من دين عيسى، ولا من دين الأنبياء كلهم، هم الذين ابتدعوها ونسبوها إلى أنبياء الله عز وجل. ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، لا ليس هو على دين الشرك الذي أنتم عليه. وكيف تنتسبون إلى إبراهيم؟ الذي ينتسب إلى إبراهيم صحيح هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه على التوحيد الصحيح. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، الذين اتبعوه هم اللي ينتسبون إليه فقط، الذين اتبعوه. ليست المسألة بالانتساب والادعاء، ولكن المسألة بالاتباع. فالذي اتبع إبراهيم هو على دين، والذي خالف إبراهيم ليس هو على دين، وإن انتسب إليه وادعى أنه على دين. وما كان من المشركين، كان متبرئا من المشركين. نعم. وقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم. وقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة، يعني يتركها، الرغبة عن الشيء تركه، أما الرغبة في الشيء فإنها طلبه. رغبت في كذا يعني أحببت وطلبت، أما رغبت عنه فمعناه أنك تركته. ومن يرغب عن ملة إبراهيم يعني يترك ملة إبراهيم، ملة إبراهيم ما هي؟ هي التوحيد، هي التوحيد.
والإخلاص لله عز وجل، من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفه هو الخفة، هو الخفة، سفيه، سفيه في نفسه، وهو يزعم أنه عاقل وأنه حكيم وأنه مدرك للأمور، لكنه سفيه. فالذي يترك ملة إبراهيم هذا هو السفيه، إلا من سفه نفسه. والله جل وعلا يقول: ولقد اصطفينا، يعني اخترنا إبراهيم عليه السلام في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين، أخلص دينه لله عز وجل، وترك عبادة الأوثان والأصنام، وكسرها وحطمها، وتبرأ من أهلها، وحصل عليه ما حصل من الإيذاء، صبر على ذلك. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، يعني انقاذ، أسلم يعني انقاذ لرب العالمين عز وجل، ولم ينقذ لغيره، لم ينقذ لغير الله سبحانه وتعالى. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، يعقوب اللي هو الذي هو جد بني إسرائيل، هل ينتسبون إليه؟ يسمون باسم إسرائيل الآن، هل هم على دين يعقوب عليه السلام؟ حاشا وكذا. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا دين إبراهيم وهذا دين إسرائيل عليه السلام، عليهما الصلاة والسلام، التوحيد. فهل اليهود والنصارى على التوحيد حتى ينتسبوا إلى إبراهيم أو إلى إسرائيل؟ حاشا وكلا، ينتسبون في النسب لكن في الملة لا، في الملة ليسوا على دين إبراهيم ولا على دين إسرائيل. نعم. وفيهم حديث القوارج وقد تقدم، الحديث اللي في أول الباب الذي قبله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، بدعة الخوارج. نعم. وفي الضم بأنه صلى الله عليه وسلم قال: إنا آل أبي فلان ليسوني بأولياء إنما أولياء المتقون. نعم، ليسوا لي بأولياء من الولاية وهي المحبة، من الولاية وهي المحبة. أما الولاية بالكسر فهي الملك والسلطة، الملك والسلطة يقال لها ولاية. أما الولاية بفتح الواو فهي المحبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن ليس على دين التوحيد ولو كانوا من أقاربه في النسب، فإنه لا يحبه وليس له بأولياء، يعني لا يحبه، وإن كانوا بني عمه من قرابته، ما داموا على غير دينه إنه لا يحبهم صلى الله عليه وسلم. ليسوا لي بأولياء، يعني لا يحبهم، ولكن أولياء الرسول هم المتقون، سواء كانوا من أقاربها أو من غيرها، سواء كانوا من أقارب الرسول أو من غيره. سلمان الفارسي، بلال ابن رباح الحبشي، صهيب الرومي، هؤلاء ليسوا منا، هؤلاء موالي، ومع هذا صاروا من أقرب الناس إلى الرسول وأحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم مؤمنون. بينما أبو لهب عدو للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عمه أخو أبي، مع هذا
الرسول تبرأ منه وإن كان عمه. فليست المسألة مسألة القرابة، ولا شرف للإنسان في القرابة من الرسول بدون الدين. أما إذا كان على دين الرسول فنعم له شرف القرابة وشرف الدين، يجتمع له شرفان، شرف القربة وشرف الدين. أما إذا كان ما عنده دين لا ينفعه شرف القرابة، ما ينفعه القرابة أبدا، لا تنفع القرابة مع المخالفة في الدين. ولهذا تبرأ صلى الله عليه وسلم، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، من أولياءه إلا المتقون، من أي نوع كان. نعم. وفي ذلك قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، هذا الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة يرغبون في الخير والعبادة والطاعة، فجاءوا يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقتدوا به. فلما أخبروا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، ثم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا، الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كأنهم يقولون أنه ليس بحاجة إلى العبادة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب، اشتد غضبه، ثم خطب قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لا أخوفكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا فيه التحذير من الغلو، فيه التحذير من الغلو في العبادة، وهو الزيادة والتشديد على النفس. الدين وسط ولله الحمد واعتدال، فلا تشق على نفسك وتحملها ما لا تطيق. الرسول حذر من الغلو في أحاديث كثيرة، وهي الزيادة في العبادة، بل عليك أن ترفق بنفسك. والإنسان إذا اقتصد في العبادة توسط فيها فإنه يداوم عليها، أما إذا اشتد في العبادة فإنه يتركها، يمل ويتركها. هذا شيء معروف، قال صلى الله عليه وسلم إن المبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، فيترك العبادة. الإنسان بشر ما يتحمل، إذا شدد على نفسه ما استطاع، في النهاية يترك. نعم. وهذا مشاهد يا إخوان، في ناس رأيناهم يتشددون في النهاية انحلوا من الدين، والله إن هذا واقع. في ناس عرف عنهم التشدد من الشباب والغلو، وفي النهاية صاروا الآن منحرفين عن الدين. هذه آفة الغلو والعياذ بالله. أما الاعتدال والتوسط فهذا سبيل إلى الاستمرار، سبيل إلى الثبات، لأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الحث على الاقتصاد بالعبادة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وترك الغلو والتشدد، لأن هذا بدعة مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أو لمن رغب عن سنتي، رغب عن سنتي فليس مني، هذه تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. فهذا فيه التحذير من بدعة الغلو وبدعة التشدد،
والحث على الاعتدال والتوسط في الأمور كلها والدين وسط، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وسط معتدل، هذا هو السبيل الصحيح طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يتقال للإنسان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر، فلا تساهل ولا غلو ولكن وسطي، لا إفراط ولا تفريط، ودين الله بين الغالي والجافي، بين الغالي المتشدد وبين الجافي المنحل الذي يقول الدين معه بالصلاة والعبادة، الدين بالقلب ويترك الأعمال، هذا جافي. وكذلك اللي يتشدد في العبادات ويشق على نفسه هذا غالي، والدين هو الوسط الاعتدال. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. شف، ولا تطغوا، الطغيان هو التشدد والغلو. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، الطغيان هو التشدد والغلو والعياذ بالله. نعم. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التمثل للرجال قيل فيه هذا الكلام الغبي وسمي المعلوم من رشدنا، فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. إذا كان هؤلاء صحابة، الصحابة هم خير القرون، ولما هموا بهذه الهمة أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليهم وهم صحابة، فكيف بغيرهم من متأخر القرون الذين تجاوزوا الحدود في الغلو والتطرف أو في التساؤل والميوعة. فالدين هو الاعتدال والوسط، ودين الله جل وعلا وسط واعتدال وصراط مستقيم، ليس فيه مشقة على النفوس وليس فيه تساهل وضياع، وإنما هو دين سمح، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، دين ليس فيه حرج، ليس فيه تشدد ولا غلو، كما أنه ليس فيه تساهل وعدم مبالاة، إنما هو وسط بين الطرفين. هذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان، الاعتدال دائما وابدا، ولا يبقى الإنسان على الدين إلا بهذه الطريقة، لأنه إن تساهل خرج من الدين، وإن تشدد خرج من الدين، ولا يثبت إلا إذا كان على الوسط، على الوسطية والاعتدال. نعم. نعم. الباب والجواب. فضيلة الشيخ، خير الجزاء على هذا الشرح الطيب المبارك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الشرك الأصغر مما لا يغفر، أم أن عدم المغفرة متعلق بالشرك الأكبر دون الأصغر؟ قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا عام للشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأصغر الصحيح أنه لا يغفر وأنه يعذب صاحبه، لكن ليس كتعذيب صاحب الشرك الأكبر، صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، أما صاحب الشرك الأصغر فهو يعذب لكن لا يخلد في النار. نعم. وهذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم تسمية اليهود الموسويون نسبة إلى موسى عليه السلام؟
ما ينبغي لهم قال المسوجون إلا من كان على دين موسى عليه السلام، ودين موسى هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم انتهى دين موسى ودين عيسى وجاء دين محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا شك أن الآن ما يقال المسويون يقال الكفار، لأن موسى بريء منهم لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن موسى بريء منهم وليسوا على دين موسى عليه السلام. وهل الصحيح أن كلمة اليهود تنكر فيقال يهود؟ لا لا مستحيل يقال يهود أو اليهود، الأمر في هذا سهل، قد اختلف العلماء في وجه تسميتهم اليهود، فقيل إنه أقدم من قوله إنا هدنا إليك يعني تبنى، إنا هدنا إليك يعني تبنى، الهود هو التوبة، وقيل إنه مأخوذ من يهوذا ابن إسرائيل ابن يعقوب، لأن ينتسبون إلى يهوذا ابن يعقوب. نعم. هذا يسأل حفظكم الله يقول يدور بين بعض الشباب الحديث حول هؤلاء الذين أفسدوا في البلاد ويقولون انظروا فهذا أحدهم بعد قتله يبتسم، وهذا وجهه أبيض بعد موته، وهذا لم يتغير جسده بعد موته إلى آخره، فكيف يرد على مثل هذا الكلام؟ يقول العبرة بأعمالهم، ليست العبرة بوجوههم ولا العبرة بأعمالهم، هل أعمالهم طيبة ولا قبيحة؟ أعمالهم ما أحد يقول إنها طيبة، بل هي أعمال قبيحة، فنحن ننظر إلى أعمالهم ونحن نحكم عليهم من أعمالهم وأقوالهم، أما كون وجوههم كذا وكذا الله أعلم به، أمور الآخرة وأمور البرزخ الله أعلم بهم. نعم. هذا السائل يقول ما حكم عمل حوار تعليمي مكتوب بأسماء مستعارة؟ إيش؟ ما حكم عمل حوار تعليمي مكتوب بأسماء مستعارة؟ الأمر في هذا سهل، إنه يجعل حوار باسم فلان باسم فلان أسماء مستعارة، قال فلان وأجاب فلان بأسماء مستعارة في درس. نعم. وهذا يسأل ما رأيكم في من يذهب مع جماعة التبليغ ويقول أنه إذا ذهب معهم يقوى إيمانه؟ والله يا أخوان الحقيقة نحن الحمد لله على منهج سليم إن شاء الله، على دعوة صالحة وعلى منهج السلف الصالح والأئمة الأربعة، ولسنا بحاجة إلى أننا نذهب مع فلان ومع فلان، لسنا بحاجة، والتوبة التوبة مفتوحة، ما احنا مثل النصارى اللي يروحون للكنيسة ويروحون مع فلان، باب التوبة مفتوح، تب إلى الله وأنت في بيتك وأنت في المسجد وأنت في متجرك وأنت تمشي، تب إلى الله توبة صحيحة والله يتوب على من تاب، ما تعلق التوبة بالطوائف ولا بأشخاص ولا بأمكنة. نعم. نفتح المجال للإخوة في الجوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة يقول السائل كثير من البدع التي نص العلماء الثقات على بدعيتها كبدعة الأحزاب قل من يحذر منها، بل قد برز طرح جديد أن التحذير منهم يؤثر في الوحدة الوطنية، ما هو رأيكم في هذا القول؟ رأينا بهذا القول أن نقول نحن نتبع الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، ولا علينا من قول فلان وعلان، من كان على المنهج السليم فهو أخونا وهو منا ونحن منه، ومن كان مخالفا للمنهج السليم فليس منا وليس منه، كائنا من كان الطريق واضح ولله الحمد ولا فيه لبس، حتى نقول الفلان يمكن أنه هو اللي على الصواب، الطريق واضح ولله الحمد والجادة واضحة، ولا بد من بيان أخطاء الذين أخطأوا للتحذير منهم، أو للنيل من أشخاصهم أو التقليل
من شأنه، ولكن لأجل تحذير من الخطأ لئلا يغتر به أحد. الخطأ مردود على من جاء به، فإن من كان نحن نرد على المبتدعة على حتى على أهل السنة، إذا أخطأ أحد منهم رددنا عليه، وله من أهل السنة وله من أكابر العلماء، نرد الخطأ يرد. وليس معنى هذا هو التفريق بين الأمة، هذا للجمع بين الأمة، لأن الأمة ما تجتمع إلا على منهج صحيح. أما إذا كان المنهج مرقع وأخطأ الأمة ما تجتمع. الله جل وعلا يقول كل حزب بما لديهم فرحون، إذا ذم لهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، ألم باب الذم. الله جل وعلا يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، في الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أمة واحدة، ولا تسير الأمة إلا على منهج سليم ليس فيه أخطاء أو ابتداع أو انحراف. وجمع الأمة ما هو بالتجميع كما يظن بعض الناس، تجميع لا، جمع الأمة إنما هو بالكتاب والسنة، ما يجمع الأمة إلا اتباع الكتاب والسنة، والمخطئ يتراجع عن خطئه، لا بد من هذا. نعم. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل هل استفادوا من الحديث يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه أن ذلك على إطلاقه أن صاحب البدعة لا يثوب مطلقا، وهل معنى ذلك أن تترك مناصحتهم؟ يحذر منهم، ما تترك مناصحتهم، يحذر منهم ويبين بدعتهم للناس، وأما هم فالغالب أنهم ما يقبلون ولا يثوبون، لكن تقام الحجة عليهم، تقام الحجة عليهم ببيان الحق ورد الباطل. نعم. يقول وهل يفهم منه أن المعنى خاص بالخوارج فقط أم يعم أهل البدع؟ الحديث خاص بالخوارج فقط. خاص بالخوارج، وأما بقية أهل البدع فالبدع تختلف، منها ما هو مكفر ومنها ما هو مضلل ومنها ما هو مفسق ومنها ما هو معصية فقط، البدع تختلف، ما هو المبتدع على حد سواء، وكل له حكم. نعم. أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل كثير من الإخوة ينتهج نهج العلماء في التعامل مع المخالفين مثل الهدوء وعدم إثارة القلاقل ومحاولة احتواء المخالف والتحذير من الأخطاء، إلا أن البعض لا يرون له ذلك فيصم هؤلاء بالتمييع في التعامل مع أهل البدع، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ الواجب تمسك بالطريق الصحيح وبيان المنهج السليم ونشر العلم النابع والتواصي بالحق، فمن قبله الحمد لله ومن تركه فلا يضر إلا نفسه. نفتح المجال ما في شك إن استعمال الحكمة مع المخالف لعله يرجع لعله يقبل، استعمال الحكمة طيب. الله جل وعلا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ويقول لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نعم. الأخوة في عرار، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يسأل يقول هل التفاوت في البدع سواء كانت مكفرة أو شركية أو كانت مفسقة، هل التفاوت هذا تتفاوت معه العقوبة أم هي جميعا في الجزاء سواء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ هي كلها ضلالة، البدع كلها ضلالة، حتى البدع الصغائر كلها ضلالة، والضلال يختلف، الضلال يختلف، منه ضلال كبير وشديد ومنه ضلال متوسط ومنه ضلال دون ذلك، الضلال يختلف. نعم.
وهذا السائل يسأل حفظكم الله يقول هل يجوز الترحم على أصحاب البدع الذين ماتوا على بدعهم؟ إذا كانت بدعهم لا تصل إلى حد الكفر فهم مسلمون يدعى لهم ويستغفر لهم، أما إذا وصلت إلى حد الكفر فلا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل كل من خرج على الإمام يسمى خارجيا أم أنه لابد مع ذلك من اعتقاد المسائل التي يقول بها الخوارج كتكفير صاحب الكبيرة والخلود في النار وغير ذلك؟ الخوارج لهم صفات، منها الخروج على ولي الأمر، ومنها تكفير بالكبيرة، والتكفير بالكبيرة هذا هو الأصل، هم ما خرجوا على ولي الأمر إلا لأنهم كفروا بارتكاب الكبيرة، فالأصل أنهم يكفرون بارتكاب الكبائر التي دون الشرك، ويتفرع على هذا خروجه على ولي الأمر، ويتفرع على هذا استحلال لجماع المسلمين، كله مترتب على أنهم يكفرون بالكبيرة، هذا مذهبهم، وسبب ضلالهم هو التكفير بالكبيرة. نسأل الله العافية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يسأل. لحظة. ومن اتصف هذه خصلة من خصالهم فهو منه. اللي يخرج على ولي الأمر هذا من الخوارج. الذي يكفر بالكبيرة هذا من الخوارج. الذي يستحل دماء المسلمين هذا من الخوارج. الذي يجمع بين الأمور الثلاثة هذا هو أشد أنواع الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل سؤال متعلق بالسؤال السابق، يقول هل يكون من معاني الخروج الخروج بالكلام واعتقاد القلب من غير حمل للسلاح أو إظهار لما يعتقد في مسائل الخوارج؟ هذا مثل ما ذكرنا قريبا، من ارتكب خصلة من خصال الخوارج فهو منه، سواء بالعقيدة ولو لم يتكلم، إذا رأى أن الخوارج على صواب وأنهم على حق صار حكم الخوارج، لكن لا يعلم هذا إلا الله، إنما لنا إلا الله، يكون من الخوارج ونحن لا ندري لأنه يعتقد هذا ويراه، ويكون من الخوارج إذا تكلم بكلامهم وكفر المسلمين وتكلم بهذا وأظهر، يكون من الخوارج، أشد من ذلك إذا حمل السلاح فهو من الخوارج. نعم. نفتح المجال للإخوة في الطائف. الداعي يقول فضيلة الشيخ إلى أن قسم يمتهون الشيعة جميع تقاربون من الإسلام؟ والله مسألة الشيعة تراجع الملل والنحل للشهر الثاني أو الفرق بين الفرق للبغدادي أو الفصل بالملل والنحل بن حجم، راجع كتب الفرق تعرف فرقه. نعم. صلى الله عليكم. هذا الداعي يقول كيف الرجع في أن ابن عباس رضي الله عنه لما نظر الخوارج رجع منه الجهاد بين ما ذكر رضي الله؟ نعم، الخوارج ما هم على حد سواء، خوارج مقلدون وخوارج دعاة، الدعاة يصعب رجوع، أما المقلدون واللي اغتروا بهم وظنوا أنهم على حق هذول يرجعون في الغالب، ليسوا على حد سواء. نعم. دعاكم الله. يقول ما رأيكم لحظكم في من يقول أن الكتب ردود وقص القلوب؟ لا، ترك الردود هو اللي يقص القلوب، لأن الناس يعيشون على الخطأ وعلى الضلال وتقسى قلوبهم، أما إذا بين الحق ورد الباطل فهذا مما يلين القلوب بلا شك. نعم. نعم الله. يقول أيضا تعلمون ما يوجد الآن دائما يفتر في الجماعات مثل التبليغ والإخوان والخوارج، كلهم يستظلون تحت قيمة واحدة يدافعون عن بعضهم ويكذبون أفعالهم
وعندما نطلب الشفاقة ونقدرهم من البدع والجماعات البدعية ونكمل في أنقاض نجمع من القلوب والعامة ومرة يقولون أنكم وهابية ومرة غاندية ومرة جهمية ومرة مذهبية ومرة تلبية ومتشددة وغيرها من الأنقاض. هل من الضيق أكبر من هذا المنظر؟ أولا تسرع في الحكم على الناس لأنهم أهل ظلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.